مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء هذه النشر، أبدأها بافتتاحية الأسبوع والزميل السمي حسن الحلو. السادة والسيدات، طبتم وطابت أوقاتكم. يصوم المسلمون سنويا شهر رمضان الفضيل لأنه يمثل الركن الرابع من أركان الإسلام، فهو شهر تجتمع فيه كل الخيرات والفضائل، وتصفد فيه الأباليس والشياطين، وتفتح فيه كل أبواب الجنان، وبالتالي فإنه غنيمة كبيرة ونادرة للصائمين لزيادة موازين حسناتهم وعمل الخيرات، باعتبار أن الدنيا مزرعة للآخرة. إذن فما أجمل الزراعة عندما تكون في رمضان. هذا ومن ناحية أخرى، معروف أن المواطنين يستهلكون في رمضان كميات كبيرة من المواد الغذائية الأولية، ونسبة لأهميتها ينتهز ضعاف النفوس من التجار الفرصة ويقومون برفع الأسعار بشكل باهظ، مما لا يمكن المستهلك من شراء هذه المواد أو الحصول عليها. ومن الملاحظ أيضا أن غلاء المواد الغذائية الأولية خلال شهر رمضان أصبح عادة سنوية يمارسها التجار دون ما رقيب أو حسيب أو وازع ديني، فهم دوما ينحون باللائمة على الجهات الرسمية، معلنين ذلك بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المواد الاستهلاكية الأولية. على كل، كل يغني على ليلاه. إن الغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الضرورية يجب أن يسترعي انتباه الحكومة، وعليها عبر وزارة التجارة أن تضع تسعيرة ثابتة للسلع والبضائع، وأن تقوم بمراقبتها بصورة دائمة، وأن تعاقب الذين لا يلتزمون بها. وينبغي على الدولة كذلك تطبيق البنود المتعلقة بمقررات منتدى غلاء المعيشة الذي رأى النور قبل عامين بمدينة أم التمان. وعليه ندعو التجار إلى الالتزام بقواعد وقوانين مهنة التجارة، وأن لا يبحثوا على الربح الفاحش أو الربا المحرم، لا في رمضان ولا في غيره، ولكن نرجو منهم بيع السلع الاستهلاكية بأسعار معقولة، كي يتمكن كل مواطن شراء ما يريده من مواد غذائية في هذا الشهر المبارك، لأنه شهر التكافل الاجتماعي الحقيقي، لا شهر الجشع والطمع. والراحمون يرحمهم الله، وقال الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: إن رمضان أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، وأجرنا الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار. ورمضان كريم، وإلى الملتقى في الأسبوع القادم بمشيئته تعالى.